بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتلقاو مجددا في هذه السلسلة جديدة من سلسلة دروس تعليم اللغة الإنجليزية. الدرس تاع اليوم كيهم المستويات بثلاثة، يعني المستويات بثلاثة كيحتاجوها. الدرس تاع اليوم كيدور غير في الحلقة نتاع الأزمنة نتاع اللغة الإنجليزية. الزمن تاع اليوم هو the simple future. هنا قلنا بلي الزمن تاع اليوم اللي هو الفيوتشر ما كاينش في اللغه الانجليزيه. هنا اللغه الانجليزيه باش تحل هذا المشكل كلفت واحد المجموعه نتاع لي فورم، واحد المجموعه نتاع الصيغ، كل صيغه كتعبر على واحد النوع من انواع نتاع الفيوتشر اللي كنحتاجوها في اللغه ديالنا، اللي كنحتاجوها يعني في التواصل. مثلا الا بغينا نعبروا على واحد المخططات يعني مستقبليه، هنا عطاو هذه المهمه، عطاوها البريزنت كونتينيوس كما شفنا في الدرس نتاع البريزنت كونتينيوس، تقدروا ترجعوا له. الا بغينا نعبروا مثلا على توقعات وعلى مثلا على واحد النيه بغينا نديروها في المستقبل، يعني التوقع والنيه، هنا هاد الوظيفة كلفت بها الصيغة تاع be going to plus infinitive، وتا هو حنا درنا درس على هاد لا فورم تقدروا ترجعوا له. بالنسبة للفيوتشر، النوع الثالث نتاع الفيوتشر اللي غادي نشوفوه اليوم ان شاء الله، هو الفيوتشر اللي كتاخذوا في وقت اللي كتقرروا في وقت الكلام. كيفاش؟ يعني انك مي تكون تتحدث، مي تكون تواصل، مي تكون تهضر، كتقرر انك في الوقت نتاع الكلام كتقرر انك دير واحد الحاجه في المستقبل. في هذه الحاله هذه غادي تستعمل هاد لا فورم هذه اللي غادي نوضحوها دروك ان شاء الله. هاد لا فورم هذه هي will plus infinitive، ولا لاحظتوا هنايا will هي في الحقيقه راه كتنتمي للمودلز، يعني واحد الافعال خاصه غادي نخصوا لها واحد الدرس بوحدو. وهذا ويل من بين المعاني ديالها، من بين المعاني ديالها انك هكا تعبر على واحد النوع نتاع الفيوتشر. اذا هذه ويل بلس الانفينيتيف، يعني ويل بلس الفعل، كي كنستعملوها كنسميوها هاد لا فورم، كنسميوها سيمبل فيوتشر. هنا كما كنا نضاري دائما نشوفو في الدروس اللي فاتت، اي تانس في الانجليزيه كنشوفو لا فورم ديالو ونشوفو الاستعمال ديالو، يعني the form and the use. هنا the form of the simple future. هنا بالنسبه لا فورم نتاع simple future، نبداو بالافيرماتيف. الافيرماتيف كنديرو غير البرونام ونديرو ويل ونديرو الفيرب في الانفينيتيف، مثلا اي ويل ايت فيش، ولا نديرو هذيك الكونتراكشن يعني الاختصار كنقولو ايل ايت فيش، يو ويل ايت فيش، ولا يول ايت فيش، هي ويل ايت فيش، ولا هيل ايت فيش، الى اخره. بالنسبه للنيجاتيف كنزيدو غير نوت لهذيك الموديل ويل، مثلا نقولو اي ويل نوت ايت فيش، ولا I'll not eat fish، أو لا نديرو الكونتراكشن لهذيك will not ونقولو كترجع I won't eat fish، you won't eat fish، he won't eat fish، it won't eat fish، إلى آخره. بالنسبة للانتروغاتيف نقلبو غير الضمير مع model will، نقولو will I eat fish، will you eat fish، will he eat fish، will she eat fish، will it eat fish، إلى اخيره. يعني نقلبوا غير الضمير نقلبوه مع ويل. هذا بالنسبه لا فور نتاع السيمبل فيوتشر، هي بسيطه بزاف. بالنسبه للاستعمال نتاع السيمبل فيوتشر، اهم استعمال نتاع السيمبل فيوتشر هو كنستعملوه فور سبونتانيوس ديسيجن. كيف زعما سبونتانيوس ديسيجن؟ يعني مثلا
راك تمشى مثلا انت وصاحبك، مثلا مشيت انت وياه للدار، دخل الغرفه ديالك مثلا تلقاها يعني موسخه، يعني فيها ما مرتباش مزيان، فقال لك مثلا your room is dirty. هنا في هذيك اللحظه خديت القرار انك تنظف الغرفه من علق عليك صاحبك، تقول له I will clean it ولا I'll clean it. اذا هنا فوقاش خديت القرار نتاع تنظيف الغرفه فوق الكلام، يعني بدون ما تخطط، يعني الا خططت غادي تستعمل فورم اخرى، بدون ما تنوي، بدون ما تكون عندك شي نيه، بدون اي حاجه. اذا هنا القرار جاء فوق الكلام. في هذه الحاله هذه تستعمل السيمبل فيوتشر. مثلا تكون هكا جالس في الدار والتليفون يصوني، مثلا يقول لك شي واحد في الدار يقول لك جاوب على التليفون، تقول له I will answer it ولا I'll answer it. هنا فوقاش خديت القرار نتاع الإجابة على التليفون، يعني حتى صونا، من صونا التليفون خديت القرار على أنك تجاوب عليه. هنا تستعمل simple future. إذا هذا هو بكل بساطة simple future، هو واحد التنس اللي بسيط، رغم أنه بين قوسين ما كاينش في اللغة الإنجليزية، وإنما غير هاد لا فورم حاولوا يستعملوها باش تعبر على هاد النوع نتاع الفيوتشر اللي كيتسمى spontaneous decision. وهذا الشيء كاع اللي نقدر نقوله بالنسبه لهاد التانس. الا كان عندكم اي سؤال ولا اي تعليق خليوه هنا تحت الفيديو. حتى نلقاكم في الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.